So الفكرة اللي عم نشتغل عليها هي matching service ل people as على based على التالنت بتاعتهم، على السكيلز اللي عندهم، شو انا بقدر اعمل وشو حاب اتعلم مثلا. فهذا الالجوريثم اللي عم نعمله انه to match كل هذه الاشياء together people مع بعض، يبنوا سيركل على اساس انهم يقدروا يتعلموا هذه الاشياء من بعض. الايفنت تقريبا بحسها اول، مش اول بس يعني اول من نوع احنا بتجمع من كل هذه المناطق، من المناطق العربية. انا هلا عم بشتغل مع تيم في من 3 بلدان 4 بلدان، وكل واحد عم بضيف فكرة من خلال اللوكل الاكسبيرينس تاعته، انه كيف مثلا بسوريا شو بصير، كيف هذا بتأثر على الفكرة نفسها، وكيف الواحد بينتجها. فكل هذا ليه مهمة؟ لأنه بتجمع كل هذا الاكسبيرينس باللوكال كوميونيتيز بمكان في سوريا في لبنان كذا، وبتعطيهم بتحطهم في فكرة واحدة، فبطل أنت عم تحكي عن بس وجهة نظر واحدة في مكان واحد.